الرئاسية المسبقة المقررة في 7 سبتمبر القادم. وهذا وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في برنامج ضيف الصباح مع سمية منصوري عن سحب 1,000,000 استمارة اكتتاب التوقيعات من طرف 14 راغبا في الترشح. ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن نحو 3,000 طفل يعانون من سوء التغذية، معرضون لخطر الموت بسبب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم نتيجة العدوان الصهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ولفتت اليونيسف في بيان لها اليوم إلى انخفاض وصول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب بشكل كبير، ما يعرض المزيد من الأطفال لخطر سوء التغذية. وأضافت المنظمة